السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأحبة من الأيام الفضائية وتغطياتنا المستمرة في بحث تداعيات فلسطين المحتلة ولبنان وآخر التطورات. وساعات قليلة ويمضي عام على طوفان الأقصى، أهلا بكم بعد الفاصل. يجوز أن نيأس، اليأس هو خلق الضعفاء، هو خلق الفاشلين، هو خلق عديمي الإرادة وفاقدي العزم. أما أنتم، أما نحن، أما الذين وقفنا في وجه العواصف العاتية وصمتنا وبقينا وانتصرنا، لا يمكن أن نسمح لليأس أن يتسلل إلى قلوبنا. أهلا بكم من جديد، أرحب في ضيوفي في الاستوديو الأستاذ عمر الناصر كاتب وباحث بالشأن السياسي، أهلا بك. وعبر سكايب راح ينضم لنا الدكتور عصري فياض محلل سياسي من فلسطين. أبدأ معك أستاذ عمر، ساعات قليلة ويمضي عام على طوفان الأقصى وما زالت الهزائم والخسائر للكيان مستمرة. هذا العام ماذا يثبت؟ هل الكيان حقق أهدافه أم ما زال مماطلا وخسائره بازدياد؟ ابتداء شكرا جزيلا لجنابكم الكريم وللضيف الموجود في الطرف الآخر ولجمهور قناة الأيام المحترمين. ابتداء علينا التعقيب على موضوع في غاية الأهمية، هل ماذا حقق طوفان الأقصى وماذا حققت هذه الحرب التي أصبحت اليوم مفتوحة؟ كلما استمرت الأزمة كلما أصبح هنالك جبهات إضافية وكلما كان هنالك امتعاض و بداية لسخط من المجتمع الدولي تجاه هذه الحرب العبثية. لكن نرى بأن التداعيات هي هنالك تداعيات اقتصادية، هنالك تداعيات بشرية، خسائر كانت واضحة في صفوف إسرائيل، كان هنالك أيضا تقزيم لسمعة إسرائيل في المحافل الدولية، وآخرها كان هنالك امتعاض واضح من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة في الاجتماع الأخير في نيويورك، عندما خرج الكثير من الموجودين ممثلي الدول الأعضاء من القاعة عندما ذهب نتنياهو إلى الذهاب واستعراض كلمته بشأن منطقة الشرق الأوسط والصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وهنالك الكثير من الأشياء، ناهيك عن الخسائر المادية التي اليوم قدرت هذه الخسائر بأكثر من 73 مليار دولار من فقط في غزة، وهنالك أيضا للكيان هذه الخسائر. نعم للكيان، نعم. وهذه أيضا هنالك خسائر إضافية في من خلال الضباط، أكثر من 614 ضابط ما بين ضابط وجندي إسرائيلي أيضا، والبنى التحتية المهدمة، بالإضافة إلى أن هنالك أكثر من 40% من السكان الذين تم إجلاءهم من منازلهم في الجنوب والشمال، ولا أعتقد بأنهم سوف يعودون إلى تلك المنازل بسبب الأضرار الجسيمة اللي تحققت من هذا الموضوع. إذن الموضوع هو فكر يقابل فكر، نعم. ليست فقط بأنها آلة عسكرية وتكنولوجيا متطورة تقابل أسلحة بسيطة، وإنما هنالك إيمان وعقيدة أعتقد بأنها هي التي كانت تلعب دور بمثل هذا الموضوع. وكما تعلمين هنالك نقطة أيضا في غاية الأهمية، اليوم إذا ما قارنا
الأزمة في روسيا وأوكرانيا والأزمة في منطقة الشرق الأوسط. العالم اليوم كله متخوف من منطقة الشرق الأوسط، لأن الدول التي سوف تذهب إلى أن تكون متضررة بمثل هذا المجال هي الدول المتقدمة، والتي أخص بالذكر الدول الصناعية على غرار بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، يعني المحور الغربي بشكل كامل. لأن عملية الذهاب إلى حل أزمة أوكرانيا أعتقد بأنها لن تكون في الأيام المقبلة والأيام المرتقبة، في ظل وجود تخوف من اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، والتي هي تعتبر القلب النابض للطاقة ولتوريد النفط لكل دول العالم، وهذا تداعياته يؤدي إلى أن تكون إلى جانب أزمة الغاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 في روسيا وأوكرانيا، وآنذاك سيؤدي إلى أن تكون هنالك ارتفاع بأسعار النفط وارتفاع بأسعار يعني المواد الغذائية، وهنالك أيضا سوف يكون امتعاض واضح وتخلي ربما في المستقبل عن دعم الكيان الصهيوني، وهذا ما كان قد تطرق له اليوم أو يوم أمس ماكرون رئيس فرنسا عندما ذهب وصرح بأنه ينبغي وقف دعم إسرائيل بالسلاح، مما أثار امتعاض نتنياهو بخصوص هذا الشيء. يعني في المستقبل ممكن فرنسا وبريطانيا تخلي دعمها أو تتخلى عن الكيان برأيك؟ حسب اعتقادي هو من الصعب لكن ليس من المستحيل. نعم. إذا كان هنالك إدامة لدفق الحرب النفسية والحرب الإعلامية وحرب الاستنزاف من قبل الكيان الصهيوني، أعتقد بأن هذا الموضوع بلا شك سوف يؤثر على اقتصادات دول العالم أجمع، ويؤدي بنهاية الأمر إلى ظهور تظاهرات وامتعاض لشعوب تلك البلدان وللمجتمع المدني الموجود هناك من أجل وقف المجازر الجماعية ووقف آلة الحرب الصهيونية. صحيح. ننتقل إلى دكتور عصري فياض، أهلا بك من جديد. دكتور عصري، يعني أشار أستاذ عمر إلى خسائر كبيرة للكيان تقدر ب 73 مليار وغيرها، إذن الكيان استخدم كل القدرات العسكرية والاقتصادية بدون سقف زمني للقضاء والسيطرة على الأرض غزة، لكنه فشل بذلك، كيف تعلق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لك وللمشاهدين الكرام وللضيف العزيز. بداية ملاحظة، أنا لا أحمل شهادة الدكتوراة ولا شهادة الماجستير. أقول ردا على هذا السؤال، الاحتلال الإسرائيلي بعدما أصابه ب 7 أكتوبر الماضي وتلقيه الضربة الموجعة التي لم يتخيلها وتفاجأ بها أمنيا وعسكريا واقتصاديا، وانهارت كل قواته وكل مستوطنيه في محيط منطقة قطاع غزة 11 معسكرا تم اقتحامه، وحوالي 23 مستوطنة تم اقتحامها، وبقي 6 ساعات أو 7 ساعات هذه المعركة دون أن يحرك الجيش الإسرائيلي أي تحرك. فذهبت الحكومة الإسرائيلية إلى حالة الجنون وتصرفت بحالة جنون وهستيريا لازالت أصداؤها وحالة التخبط فيها مستمرة لغاية الآن. الاحتلال بعد عام ويقول، أو الدراسات تقول 74 مليار دولار خسائره في قطاع غزة. أنا أضيف خسائره نتيجة منع الحوثيين والقوات المسلحة اليمنية لمرور السفن إلى موانئ أم الرشراش بين قوسين إيلات، هذا في هذا اليوم أو في هذا حينما يطبق العام يكون قد خسر 74 مليار دولار. وهذه التجارة عبر البحر الأحمر وشرق آسيا إلى ميناء أم الرشراش يكلف، خسر إسرائيل 74 مليار دولار أيضا، 70 إلى 74 مليار دولار. هذا جانب. الجانب الآخر، الخسائر التي فقط حوالي 700 قتيل باعتراف الإسرائيليين، والإسرائيليين يحاولون أن يغطوا على هذه الخسائر. أيضا فتح الجبهة الشمالية من قبل حزب الله المساندة التي دخلت المعركة في 8 أكتوبر في اليوم التالي للعدوان على قطاع غزة. خلال فترة وقد مرت بأربعة فصول، الصيف والشتاء والربيع. الصيف والربيع في منطقة الشمال هو تتحول منطقة الشمال إلى منطقة سياحية يؤمها
المجتمع الصهيوني ويومها أيضا السياح الغربيين. هذا تولد عنه خسائر فادحة، خاصة في منطقة الجنان وفي منطقة إصبع الجليل والجليل الأعلى والجليل الغربي. نعم. إضافة إلى ذلك أن المصانع الكبرى والزراعات الثقيلة أو الزراعات التي يحتاجها المجتمع الصهيوني وحتى للتصدير هي أكثر ما تكون في المنطقة الشمالية، أي في منطقة شمال حيفا إلى شمال طبرية إلى الحدود اللبنانية، وهذه تضررت أيضا. أضف إلى ذلك المستوطنين الصهاينة الذين اضطروا تحت ضربات المقاومة في جنوب لبنان إلى الابتعاد عن منطقة الحدود وثم الانكفاء إلى منطقة الوسط. هؤلاء يكلفون الخزانة الإسرائيلية قبل المعارك الأخيرة واتساع مساحة الضرب يكلفونها 150 مليون دولار شهريا، بما معناه أكثر من 1.2 مليار دولار تقريبا في السنة، وهذا شيء أو حتى 800 مليون دولار، هذا شيء ثقيل جدا على الميزانية الإسرائيلية. إذن بالمجموع الحكومة الصهيونية، نعم نعم أستاذ عصري، أعتقد في خلل في الاتصال بالإنترنت، لكن سنكمل معك أستاذ عمر. أشار أستاذ عصري إلى نقاط مهمة، أنه الخسائر بالإضافة إذا ما تفضلت بهذه بصورة عامة، أنه الكيان هو محط أنظار سياحي في نظر اليهود يمكن بالدول العالم أو حتى الأجنبي، لكن هو ما زال يخسر هذا الموضوع لأنه هو منذ عام لم يستقبل أحد للسياحة، وتقريبا 150 مليون دولار يخسر شهريا بسبب هذا الموضوع. تعليق. يعني هذا الموضوع هو طبيعي جدا طبعا. يعني مثل ما كان يروج في أوقات سابقة ومن خلال بروبوغاندا إعلامية على أن العراق في فترة من الفترات هو كان غير آمن للذهاب إليه، وكان هنالك كان خلفه بعض الأدوات الإعلامية التي تروج مثل هذا الموضوع. اليوم انقلب السحر على الساحر، وبدأت يعني الدول والسواح أو يخشون من الذهاب إلى إسرائيل خشية الوقوع في المحظور، ولذلك تجدين بأن هنالك عملية ضغط داخلي أصبحت كالبالون، هو بدأت تنتفخ، ربما ينفجر الوضع الداخلي في إسرائيل بأي لحظة، سيما بأن هنالك عوامل خارجية وعوامل محيطة بالكيان الصهيوني التي هي اليوم تلعب دور كبير في صناعة القرار الداخلي في إسرائيل. صحيح. وخصوصا بأننا نرى بأن اللوبي الصهيوني الموجود داخل الولايات المتحدة يلعب دور كبير من أجل إدامة الزخم والدفق الإعلامي والدفق المالي والعسكري لإسرائيل، من أجل أن لا يصلوا إلى نقطة الإحراج التي تعاني منها بسبب ملفات كثيرة هي موجودة اليوم أيضا على نتنياهو، وخصوصا هو موضوع ملفات الفساد. نعم. وحزب الليكويد، وبالإضافة إلى المعارضة التي هي تنتهز الفرصة في هذه الأوقات لأجل أن يكون لديها مكتسبات جديدة تضرب بها على حكومة نتنياهو. خلينا نتكلم عن المقاومة الفلسطينية. طبعا يخشاها نتنياهو على الرغم من أنه هي الأرض مو إلهم، أنه مسيطر عليها من الكيان، اتجه الناس بالنزوح إلى باقي المدن وأيضا بالتحديد بشمال غزة وغيرها، لكن المقاومة موجودة بأنفاق بعمليات مستمرة بالمسافة صفر بالإعلام العسكري الفلسطيني اللي كل يوم يتحفنا بفيديوهات لعمليات بالقضاء على جنود أو لدبابات أو غيرها. رأيك بالمقاومة الفلسطينية المستمرة؟ قبل قليل كانت أكو عملية في بئر السبع إضافة إلى عملية يافا، طبعا من خلال هذه العملية أثبتت شجاعة المقاومة اللي كانوا في داخل الكيان. في هنا خلل كبير في داخل الكيان، لأنه اخترق الكيان وموجود هذه العمليات تنفذ في أي لحظة. ما هي رسالة المقاومة الفلسطينية برأيك؟ يعني بصراحة قوة العقيدة هي التي تذهب دائما باتجاه أن يكون لدى المقاومة الفلسطينية دفع إضافي وحافز كبير لإدامة الزخم والعمليات العسكرية ضد الكيان الصهيوني، وهذا ما
يجعل أن هذا مثل هذه الموضوع هي نقطة تحول حقيقية وعلامة فارقة في موضوع الصراعات في كل دول العالم، لأنها أصبحت نموذج حقيقي وتجربة قد سطرت أروع الملاحم من خلال هذا الاستمرار بعملية فتح الجبهات وعملية اختراق الحصون وعمليات نوعية أخرى يذهب من خلالها المقاومة الفلسطينية لإيجاد ثغرات في داخل إسرائيل من أجل أن ترسل رسائل دائمية بأنها موجودة على أرض الواقع وأنها تضرب في أي لحظة بإمكانها الذهاب إليه. لكن بكل الأحوال الموضوع هو لا زال قائم، وأعتقد بأن المعركة سوف تستمر، والخسارة هي الأكبر ستكون لدى إسرائيل، على اعتبار وكما أسلفت بأن هنالك تجارب دوم للأسلحة النوعية التي تستخدمها، وهنالك دائما تذهب إلى فلسفة القضاء على المقاومة أو على حماس، وكان هذه من خلال ترويج مفهوم العمليات البرية التي ذهبت إليها في المراحل الماضية من خلال تصريحات وزير الحرب جالانت وآخرين، كلها باءت بالفشل. أنا أعتقد بأنها اليوم سوف تكون الأيام المقبلة هي ربما سوف تكون حافلة بالتحديثات الجديدة للصراع على الأرض. يعني المقاومة على ذكرى أنه بعد قلنا ساعات يكون مضي عام، يعني 7 أكتوبر راح تزداد المقاومة في فلسطين بعمليات مختلفة. هسه اكو عملية قبل شوية كانت في بئر السبع، عملية شجاعة، بالإضافة لذلك راح تزداد العمليات برأيك؟ وفي كل ذكرى يكون هنالك مفاجآت، وربما أنا لا أستبعد بأن تكون هنالك ربما مفاجأة يعني في الساعات القليلة المقبلة، لكن كل ذلك هو يعتمد على الفعل ورد الفعل. وإذا كان هنالك قدرة إضافية للمقاومة الفلسطينية للذهاب لعمليات نوعية، أنا أعتقد سوف لن يكون هذا الموضوع هو بعيد عن الواقع، وسوف يكون هنالك يعني الأمور أخرى قد تحدث، لكن كل ذلك مرهون بكمية الدعم الإعلامي الذي تذهب إليه الجهات الساندة للمقاومة حتى لا يكون هنالك انكفاء داخلي تعاني منه. مثل ما نعرف أستاذ عمر أنه الفلسطينيين نزحوا من غزة باتجاه مدن مختلفة، من قبل يعني من هذه المدن هي دير البلح. في دير البلح مسجد هو اسمه مصلى شهداء الأقصى في قطاع غزة، استهدف هذا المسجد، هو صار له عام كامل يأوي النازحين، عدد كبير، مسجد كبير طبعا، استهدفوا الكيان المجرم، هاي العصابة الإرهابية استهدف مسجد بنازحين، استشهد إلى حد الآن 21 شخص. هذا وبنك أهداف هذه العصابة المجرمة الإرهابية الصهيونية اللي ما زالت إلى الآن تقتل المدنيين في أماكن العبادة. رأيك بما تشتت الكيان باستهداف المدنيين المستمر، هم من جانب أنهم يدعون بأنهم في هذه أماكن خاصة لحماس أو للقسام أو غيرها، لكن هي كذوبة. يعني أنا أقول بأنه رغم التطور التكنولوجي والعسكري لدى إسرائيل، ورغم الأسلحة التي تمتلكها، ورغم الأجهزة والرادارات وأجهزة القياس وبعد وقرب المسافة، فهي لم تستطع لحد هذه اللحظة من أن تحدد بصورة فعلية مقرات القيادة والسيطرة للمقاومة الفلسطينية، وذهبت إلى سياسة الأرض المحروقة، وهذا ما لمسناه في مستشفى المعمداني على سبيل المثال، وفي أزقة أخرى مثل الشيخ جراح أو بقية المناطق الأخرى التي حاول الاحتلال الإسرائيلي من أن يذهب إليها بذريعة وجود المكاتب ومقرات للمقاومة الفلسطينية. لكن رغم ذلك أنا كما ذكرت لك في بداية الأمر لا يمكن القضاء على العقيدة وعلى الفكر، لأن هذا الموضوع هو متجذر، وإذا كان هنالك نية حقيقية وبادرة لذهاب إسرائيل لأجل حل مشكلة القضية الفلسطينية فعليها الذهاب إلى حل الدولتين، لأن مثل هذا المفهوم هو سوف
يذهب إليه الوسيط ربما الذي اليوم نحن بأمس الحاجة له، والتي باعتقادي في هذه الأثناء لا تجرؤ أي دولة من دول العالم لتبني مثل هذا الموضوع، أي موضوع الوساطة، لأنها قد تحرج وربما سوف تتعرض لمشاكل كثيرة، وخصوصا بأن هنالك بعض الدول العربية التي لديها علاقات من تحت الطاولة مع الكيان الصهيوني سوف تتضرر بمثل هذا الموضوع في حال كان هنالك حل الدولتين. واضح الخليج المطبع، واضح الدول الغربية، واضح الابن المدلل لأمريكا، ماكو تحت الطاولة، كل شيء واضح، المصالح واضحة، وهذا الأمر يعني منتهي من الخليج وأكيد مؤازرتهم للكيان. طيب موضوع حل الدولتين أستاذ، هي الكيان هذه عصابة، هاي مو دولة أصلا حتى نحلها، هذا البحث آخر. يعني إحنا ما أتفق وياك بيه بحل الدولتين، النصر هو بزوال الكيان بصورة عامة، شو رأيك؟ يعني ربما أنا أتفق مع جنابك الكريم بجزء وأختلف بالجزء الآخر. قد يكون نعم ما تطرقت له من يعني من الناحية العقائدية أو الناحية العملية التي نتكلم بها يعني كمجتمعات عربية إسلامية شرق أوسطية مؤمنة بهذا الموضوع قلبا وقالبا، لكن بنظر المجتمع الدولي وخصوصا بأن العراق ومنطقة الشرق الأوسط وجميع الدول العربية وكل العالم هو لديه ضابطة، وهو الذهاب إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي الذي أراه بهذه الفترة يتفرج فقط ويأخذ موقف المتخاذل. لذلك عندما نذهب لتوصيف هذا المفهوم هو من الناحية الأكاديمية، نذهب لهذا التوصيف على اعتبار بأن مثل هذا الموضوع هو متداول لدى الأروقة السياسة الخارجية والدبلوماسية في جميع دول العالم. أستاذ عصري فياض عاد ويانا، أكيد تكلمنا بالبداية عن خسائر الكيان، وضحت أنت باختصار لكن انقطع الإنترنت. الآن أريد أتكلم وياك بموضوع مهم جدا اليوم، أكيد أنت على علم، كانت غارات واستهداف لمسجد مصلى الشهداء الأقصى في قطاع غزة في دير البلح، واستشهد به 21 شخص. أنا لاحظت أستاذ عصري خلال اللقاءات يعني من مصادر إعلامية مع الأشخاص الموجودين الفلسطينيين، أكو شخص تكلم بكل ورود أنه أخي استشهد، صارت الشهادة عنوان لكل الفلسطينيين، صارت هي أمنية تتحقق لكل الفلسطينيين. لاحظ الكيان يستهدف بخسائر بشرية إلى فلسطين، والفلسطينيين لا يبالوا باستشهاد أعز الناس لهم، ما هو تعليقك؟ طبعاً القراء الفلسطيني أو القراء العربي الإسرائيلي من ضمن الفلسطيني هو مستمر وممتد منذ حوالي 74 عاما. نعم. ونتيجة الصراع هو شهداء وارتقاء شهداء وأثر أثرى وجرح جرحى وتشريد ناس كثيرين. هذا الواقع اعتاد عليه الشعب الفلسطيني. أنا أسكن في بيت، في بيتي شهيد، وفي جاري من ناحية اليمين شهيد، وفي جاري منطقة الشمال شهيد، وفي الغرب شهيد، وفي الشمال شهيد. بمعنى الحي الذي أسكن به أربع بيوت متلاصقة في هذا المخيم، كل بيت فيها شهيد وأكثر من شهيد. يعني هناك في المنطقة الغربية بيت فيه ثلاث شهداء جيران، فعلى مستوى الضفة الغربية، فما بالك قطاع غزة. الحالة في قطاع غزة حالة ذبح مستمر للحاضنة الشعبية وللشعب الفلسطيني، وهدف الاحتلال من هذا، هدف اللي قبل أن نتحدث عن جبروت الشعب الفلسطيني الذي يتحمل كل هذه المآسي وكل هذه الآلام. الجانب الإسرائيلي الذي فشل في كل شعارات التي رفعها في 7 أكتوبر في محاولة لإعادة أسراه ومحاولة للقضاء على حماس وإيجاد من هو البديل إلى حماس، لم يحقق أي هدف. لذلك وحاول أيضا بكل قوة أن يضغط على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لكي يتهجر ويدخل إلى هاربا من القصف الشديد الغير معهود حتى في الحرب العالمية الثانية، لكي يهرب إلى سيناء، وقد فشل هذا المشروع فشلا ذريعا. إذن لم يبقى أمام الاحتلال إلا أن يستخدم وحشيته في ضرب المراكز والعيان المدنية لأجل
أمرين. الأمر الأول محاولة الضغط باستمرار على هذا الشعب حتى يرحل عن فلسطين، وهذا مستحيل. الشعب الفلسطيني على استعداد أن يموت في مكانه ويدفن في مكانه ويدفن تحت جدار بيته على أن يرحل. هذا جانب. جانب الثاني هو يحاول أن يضغط على المقاومة من خلال إيلامها في حاضنتها الشعبية، وهي الجماهير الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو بالضفة الغربية. وهذا أيضا يتجلى الآن في ما يقوم به الاحتلال في هجمات على لبنان وعلى الشعب اللبناني. إذا هاتان الموضوعان الذي أو هاتان الهدفان الذي يسعى الاحتلال الإسرائيلي لتحقيقهما لن يتحقق، لأن الشعب الفلسطيني لا زال صامدا ومستعد للصمود والثبات على هذا الأمر حتى أخرى أشهر وسنوات أخرى. الاحتلال أفلس، لذلك حينما أفلس في قطاع غزة توجه إلى جنوب لبنان ودخل بالحيط ودخل بالجدار الآن في جنوب لبنان، ولا يستطيع أن يحرك فرقه العسكرية الخاصة على منطقة الحدود. هو كلما دخل كلما احتاج إلى الوحدة 6-9 العسكرية الإسرائيلية المكلفة بنقل الجنود القتلى والجرحى من منطقة المعارك على بعد عدة أمطار أو مئات الأمطار من منطقة الحدود. إذا هو دخل خرج من لم يخرج من قطاع غزة، ولكنه بقي في قطاع غزة يتلقى الضربات، بالإضافة إلى فشله في تحقيق كل أهداف التي رفعها وتوجه إلى لبنان، وكأنه يحاول أن يعيد الكرة مرة أخرى، وهذا من غبائه ومن حماقته العليا التي يعيشها. هو يسعى إلى أن يجر المنطقة إلى حرب شاملة. القصد منها هو ينتظر منذ زمن طويل أن تدخل الولايات المتحدة إلى جانبه في حرب مع الجمهورية الإسلامية في إيران، لأنه لا يستطيع لوحده أن يفعل أو أن يطبق الشعارات التي رفعها ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. فهو فاشل على كل الجوانب. هو يحاول أن ينتهز هذه الفرصة، لكنه لا يعرف أنه وضع نفسه على سكة بداية النهاية لهذا الكيان الذي بدأ ينهار اقتصاديا وسياسيا وأمنيا وفي كل الجوانب. نعم نعم. أقول لك أستاذ عمر، تكلم أستاذ عصري وهو أكيد أهل لهذا الموضوع، قال لن نتنازل عن أرضنا مهما حصل، وهم مستمرون في المقاومة ومجابهة العدو. اليوم الكيان بأهداف المشتتة في فلسطين ولبنان، هذا يدل على زواله القريب بإذن الله تعالى. ما هو رأيك؟ باعتقادي أنه دوام الحال من المحال ابتداء. نعم. فهو لابد من أن يكون هنالك حل لمثل هذا الموضوع، وخصوصا ما بني على باطل فهو باطل. لكن كل ذلك هو يتبع لنظرية الكوز أند إفكت، السبب والنتيجة. لأننا لدينا معطيات ولدينا بنفس الوقت تشرذم في القرار السياسي العربي، وهنالك عدم وضوح في الرؤية، وهنالك عدم وجود رد فعل حقيقي من قبل الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والدول التي هي تؤثر بعلاقاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل. لكن هنالك أمور في غاية الأهمية. أعتقد بأن بداية توسع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط وتمادي إسرائيل بالذهاب إلى خرق العمق السوري اليوم هو أمر خطير للغاية. هذا بداية لربما أن يكون هنالك في اليومين المقبلين عمليات ليست كما شهدناها في الأيام الماضية. صحيح. وخصوصا بأن ما زال هنالك يعني محاولات من قبل بعض الدول ومجلس الأمن للذهاب إلى تطبيق القرار 1701 الذي كان في عام 2006 لفض النزاع ما بين لبنان وإسرائيل، لم يطبق لحد هذه اللحظة، ولم تأخذ أي دولة من دول العالم على عاتقها مثل هذا الموضوع. الحرب الإقليمية ربما التي يروج لها الكثير، والبروباغاندا الإعلامية التي ذهبت إليها بعض المكائن التي تقف خلفها أجندات خارجية هو أمر خطير للغاية. هنالك من يروج لمثل هذا المفهوم، وهنالك من يقول بأن مثل هذا الموضوع قد يؤدي إلى حتى تهديد للعراق وخصوصا النظام السياسي في العراق، وهذا أمر في غاية الأهمية على
الفاعل السياسي أن يضرب بيد من حديد لعدم ترويج لمثل هذا المفهوم. نعم. إذن أعتقد بأننا إذا ما قارنا يعني الأزمة في الشرق الأوسط بالأزمة في أي مكان آخر، أعتقد بأنه هذه الأزمة هي ترتقي أن تأخذ جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي دوره الحقيقي في عدم انزلاق الوضع لمنحنيات خطيرة، وخصوصا بأن إسرائيل ذهبت إلى تقزيم المبعوثية للأمم المتحدة من خلال الاستخفاف بالتصريحات، وذهبت إلى وصف غوتيريش الذي هو مندوب الأمم المتحدة بأنه شخص غير مرغوب به، في ظل وجود تماهي في الرؤى من قبل الإدارة الأمريكية وصمت مطبق من قبل المجتمع الدولي. طيب أستاذ عصري، تعقيبا على بداية الحديث تكلمت أنت على عملية بئر السبع اللي إلى الآن الكيان يحصى بخسائرها. لجان المقاومة باركت هذه العملية الفدائية، واستشهد اللي أقام بالعملية اللي هو أحمد سعيد، وصرحت لجان المقاومة بأنه عملية بئر السبع رسالة بالنار للكيان العدو الصهيوني وقادته المجرمين، بأن مقاومينا في فلسطين ولبنان والعراق واليمن وإيران لا يتركوا ثأرهم المقدس الواجب. بالتأكيد مثل هذه العمليات عمليات مستمرة، وهي التي خاصة التي يقومون بها يعني الذئاب بين قوسين، الذئاب المنفردة أو الليوث المنفردة، يعني تصحيحا لهذا الاسم، الليوث المنفردة، وهم يقومون بالعمليات من تلقاء أنفسهم وبالتخطيط من أنفسهم. لذلك لا يمكن للاحتلال ولا أي جهاز أمني على الكرة الأرضية أن يمنع شاب فلسطيني أو شاب مقاوم في أي مكان يصل إلى هدفه ويقوم بتنفيذ عملية ثأرية لما يراهم من الجرائم التي ارتكبوا الاحتلال. صحيح. فلكل فعل رد فعل، وهي أمور طبيعية. أما قضية الاستمرار العمليات، فحينما ليلة الثلاثاء حينما نزلت الصواريخ الإيرانية على هذا الكيان، قبلها بربع ساعة كان هناك شابان من الخليل دخل إلى أحد القطارات السريعة وقام بطعن أحد الجنود والاستيلاء على قطعته رشاشة، ومن ثم قاموا بقتل حوالي 8 مستوطنين وجرح حوالي 23. يعني عمليا من تلقاء نفسها، وقد تكون قرارها قد اتخذ في آني في نفس اللحظة التي شاهد فيها هذا الجندي وقاموا بطعنه والاستيلاء على سلاحه. مهما حاول الاحتلال من بناء الجدار وإقامة الحواجز والتفتيش والاستعمال العملاء واستعمال كل وسائل التقنية الحديثة، لن يمنع الشباب الفلسطيني أو الشباب العربي في أي مكان من أن ينال منه أو يثأر لما تقوم فيه القوات الاحتلال. وهذه طبيعية. العمليات العسكرية أو العمليات الفدائية مستمرة منذ حوالي 74 عام ولم تتوقف. قد تنخفض فجأة مرة وقد تصعد مرات أخرى، وهذا حسب ما يعطيه الميدان وما يقوم به الاحتلال من تصرفات. الآن الشعب الفلسطيني والشباب العربي كله والشباب المسلم محتقن ضد هذا الاحتلال العدو. أنتم قبل قليل أشرتم إلى قضية أن نتنياهو للمرة الأولى حينما وقف قبل فترة قبل أيام أمام مجلس الأمن وأراد أن يلقي خطبته، الشخص الوحيد في رؤساء العالم الذي قام ضده مظاهرة في مجلس الأمن وانسحبوا، بالرغم من أن مجلس الأمن يعني هو من صفة العلاقات الدبلوماسية ولا يتصرف رؤساء أو ممثلو الدول بهذا الشكل، إلا أن فعل نتنياهو المجرم على أرض الواقع في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي لبنان وغيرها وفي اليمن دفع عشرات ممثلي الدول، بل مئات أستطيع أن أقول أكثر من 100 من هذا التصرف. لذلك هي أصبحت دولة منبوذة على مستوى الكرة الأرضية، دولة منبوذة نتيجة أفعالها. فالمقاومة مستمرة ولن تتوقف، ولن يستطيع أحد أن يوقف المقاومة مهما بلغ. هذا ضرب من ضروب المستحيل، أن تقف أن تمنع الشباب الفلسطيني من الثأر. نعم أكيد. تعقيبا على كلام أستاذ عصري، أيضا صرحت لجان المقاومة بأن العملية هي صفعة مدوية وضربة قاسمة لمنظومة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية، وهذه ليست بأول عملية مثل ما تفضل أستاذ عصري في عملية يافا
اللي كانت لشخصين من الضفة الغربية، وأكيد قتلوا 8 أشخاص من الكيان العدو. هذه كلها اختراقات للاستخباراتية الأمنية العسكرية الإسرائيلية. تعليقك أستاذ عمر. إنما يوجد هنالك احتلال توجد هنالك مقاومة. نعم. وهذا أمر مشروع، والمقاومة تأخذ ألوان مختلفة وأشكال متعددة. تارة تذهب باستخدام السلاح الأبيض، وتارة تأخذ الكلمة والقلم كعنوان لهذه المقاومة، وتارة تذهب إلى العمل السياسي، وتارة أخرى تذهب إلى العمل العسكري. إذن هنالك أصناف من المقاومة، ولكن بمثل هذه العمليات أنا بقرارة نفسي أعتبرها بأنها عمليات فوق النوعية، لأن هذه العمليات تحتاج أولا إلى الاستعداد النفسي، وإذا لم يكن المقاوم لديه مثل هذا الاستعداد ستصاب العملية بالفشل. لذلك في كل الظروف وفي كل الأوقات هنالك إعداد وتهيئة للمقاومين للذهاب لتنفيذ مثل هكذا عمليات. لكن لا ننسى بأن أصبح في داخل العمق الإسرائيلي وجل وخيفة، ولا يوجد هنالك أمن بالمطلق. وإذا ما قارنا قبل طوفان الأقصى مع بعد طوفان الأقصى، سنجد بأن الكل مجمع على أن إسرائيل في الداخل الإسرائيلي هو غير آمن للغاية. تارة يوجد هنالك صافرات انذار وهلع يذهب إلى الملاجئ، وتارة يكون هنالك حتى توجس صح ينصح يعني أفراد الموجودين بأنه ابقوا بأماكن آمنة، ابقوا بأماكن قريبة للملاجئ، لأن ممكن الصواريخ بأي لحظة تصل إلى مناطقهم المختلفة من قبل المقاومة في فلسطين أو في لبنان أو اليمن أو غيرها. اليمن أكيد استخدمت أسلحة خارقة، واستخدمت يمكن حتى بعض الصواريخ اللي هي أخذت لفة ووصلت، يعني في تقنيات كلش عالية لدى المقاومة الآن. إذن هذا دليل على أنه استخدام التقنيات الحديثة هي قد وصلت إلى المقاومة بأي شكل من الأشكال، وهنالك قدرة إضافية على ابتكار طرق جديدة ومختلفة من أجل الالتفاف على الجيش الإسرائيلي، وعلى الالتفاف على كل التقنيات الحديثة التي تصل إلى الكيان الصهيوني من خلال الرادارات أو من خلال عن طريق الرادارات أو عن طريق الأسلحة أو إلى آخره. لكن كل ذلك هو يندرج ضمن أسلوب الحرب النفسية التي هي بالعادة تكون متواجدة في كل الظروف وفي كل الأوقات. ورغم ذلك لا زال الوقت مبكرا على أن نرى النتائج النهائية، وأعتقد بأننا بالأيام المقبلة كما أسلفت وذكرت لجنابك الكريم ربما سوف يكون هنالك إعادة تموضع، وقد تذهب المقاومة الفلسطينية إلى إيجاد سبل أكثر نجاعة في تحقيق الأهداف النووية. يعني هذا يدل أنه ماكو أي تقدم للكيان أو لهذه العصابة الأمريكية الصهيونية بتحقيق أهدافها أو بتحقيق جزء من نصر. ويحاول دائما حتى في خطابات هذا المسؤول على جيش الكيان هو اللي يهدئ بالوضع ويبين أنه إحنا ما زلنا في الساحة، لكن هو العكس الواقع اللي نشوفه ده يوصل. يعني كان في تعتيم إعلامي لكل الموجودين عندهم في المستوطنات، لكن فيديوهات بدأت تنتشر على الخوف على مدى الدمار وغيرها من الفيديوهات. إلى الآن مثل ما تفضلت أن المقاومة ممكن بعد أكثر تزيد، فماكو أي نصر أو تحقيق نصر قادم للكيان أو لأمريكا. المفارقة الغريبة بأنه إسرائيل في أوقات ماضية ذهبت إلى تصريح بأنه 95% و98% من غزة أصبحت غير آمنة وغير يعني مؤهلة للسكن، ورغم ذلك هي لم تحقق مبدأ الذهاب إلى القضاء على المقاومة هناك. وهذا دليل على أنه كل العمليات التي قامت بها هي عمليات لم تجدي نفع فقط من أجل سياسة الأرض المحروقة والذهاب إلى الجينوسايد اللي هو الإبادة الجماعية، ومن أجل أن لا يكون هنالك أي تقدم عسكري ملحوظ فقط من خلال الإعلام الذي نراه في بعض الأحيان.
في من خلال الإعلام الصهيوني. لكن أنا أعتقد أنه لابد من أن يكون هنالك قوة ردع حقيقية من أجل أن لا تنجر هذه المنطقة إلى صراعات ربما سوف تتوسع وتأكل الأخضر واليابس. يعني هذه القوة الردع من اليوم؟ المقاومة هي من العراق ومن لبنان ومن أكيد اليمن وإيران، والمقاومة الفلسطينية كل هذه متوحدة، وأكيد يعني أمامهم مهمة صعبة جدا لاجتياز كل هذه المقاومة حتى يحققون النصر. اليوم هسه مثل ما تفضل أستاذ عصري أنه أنا جيراني بكل الاتجاهات هم كلهم عندهم أصحاب شهداء، وأنا بيتي صاحب شهيد، ومستعدين بالتحضية يعني تضحية بالغالي والنفيس، ولو بقي شخص واحد لقاوم قبل أن يستشهد. فاليوم شلون يتحقق أو معيار النصر لهم شلون راح يكون؟ وبالتالي مثل ما تفضلت أنه إحنا شنو نحتاج أكثر؟ في الحقيقة هنالك نقطة في غاية الأهمية. اليوم هنالك نظرية وهنالك إصرار على البدء بموضوع الذهاب إلى مشروع الشرق الأوسط الجديد، والذهاب أيضا إلى تطبيق مشروع إسرائيل الكبرى، وهذا لا يتم إلا من خلال اتجاهين. الاتجاه الأول هو استمرارية التطبيع مع الدول العربية والإسلامية، يعني أخذ أكثر دول بعد غير المعروفين الآن، حتى تكتسب إسرائيل الشرعية وأن يكون لديها علاقات استراتيجية مع الدول التي هي تقف ضدها في أوقات ماضية. والاتجاه الآخر الذهاب بكل جدية لأجل كبح جماح محور المقاومة، وهذا هو ما تذهب إليه باستراتيجيتها المقبلة. فإذا تحقق مثل هذا الموضوع أنا أعتقد بأن هنالك أيام صعبة سوف نتعرض لها في المستقبل، لكون التصعيد يكون واقع حال لا محال. لكن بكل الأحوال علينا أن نذهب إلى الإيجابية، وأعتقد بأن الحلول سوف تظهر في اللحظات الأخيرة حتى لا تنجر المنطقة إلى حرب شاملة قد يكون تبعاتها على سنوات طويلة. الآن في أكيد بيان للقائد حركة نصر الله السيد عبد الملك الحوثي، تحدث عن العدو الصهيوني على مدى عام وبين الجرائم، تقريبا تكلم عن ربع مليون غارة وقصف مدفعي على قطاع غزة وحدها. يعني ما يتكلم بقائد أكيد إحنا مسلمين بهذا الكلام ومدى صحة هذا الكلام. السيد الحوثي أشار أيضا إلى حجم الجرائم والمستشفيات التي تكلم عن ما يقارب إلى 150 ألف شهيد ومفقود وجريح في قطاع غزة. أيضا أشار إلى نقطة مهمة، 7820 شهيد في غزة لم يحظى بالدفن، ولم تصل إليه المستشفيات، ولم تسجل بياناتهم، وكلها أعدادا تقديرية. هذه الجرائم هي بأكيد بمسمع ومرأة جميع العالم العربي والغربي، وما ألاحظ يمكن أنه هي تهز أحد، الجميع ما زال مطبع إلا القلة يمكن اللي هي مناصرة وهي اليمن على رأسها. تعليقك أستاذ عمر. يعني إذا ذهبنا لموضوع الخسائر أو ما ألقته إسرائيل من قنابل ودمار على غزة، فهو يعادل في قبل أكثر من 7 أشهر أو قبل 6 أشهر ما يعادل ربع قنبلة نووية، وهذا أمر يعني خطير جدا. صحيح. وفي ظل وجود صمت مطبق من قبل المجتمع الدولي والجامعة العربية وكل الدول التي هي لديها علاقات مشتركة مع على سبيل المثال مع الشعب الفلسطيني أو المتعاطف مع الشعب الفلسطيني، لكن هذا سوف يكون بنهاية الأمر من ضمن جرائم الحرب التي تذهب إليها المجتمعات التي تعرضت للاضطهاد في حال كان هنالك تطبيق للعدالة النسبية وليس المطلقة. نعم. في حال أن تحقق مثل هذا المفهوم. شكرا لك أستاذ عمر الناصر، كاتب وباحث بالشأن السياسي، وأكيد الشكر موصول لأستاذ عصري فياض محلل سياسي من فلسطين. أكيد خصت وإياكم تغطيتنا لهذا اليوم، أكيد أنا موجودة على رأس الساعة وإياكم. إلى اللقاء.